يعطيك العافية سيد مهيور. أهلين وسهلين بست عواطي. يا أهلين وسهلين. أهلين فيك. أنا جاية أتشكرك على الشيء اللي عملته معي ومع بنتي. الله يسامحي، أنا ما عملت إلا الواجب. شو هالحكي يا لولاك كنا انفضحنا. شو هالحكي، محشومين يا خانو. بس يعني عدم مؤاخذة، أنا لو كان في أسئلة شوي، ليش يعني خانو أنت ما بدك تجوزي عبود لبنتك؟ على يعني هي البنت بدها اياه. لك هذا الولد فايت طمعان باملاكنا، وبنتي حوبه ما بتعرف شو مصلحتها. اي والله والله، اذا بتموت ما بخليها تاخده مشان يضحك علينا ويعيش على حسابنا. لا اذا هيك الحق معك. شو هالحكي، الحق معك. بس خايفه هالشاب يرجع يعملنا مشاكل. لا 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 لا، لا. انا حكيت معه وفهمته، وباذن الله الموضوع صار عندي. ما تاكليها. الله يجبر بخاطرك. ولو نحن بدنا خدمة للطيبين يا خانو، وإن شاء الله يعني أي شيء بقدر ساوي ما رح أصر بنوب بنوب. وأماني إذا اعتستي أي شيء لا توفريني، أنا موجود دائما بالخدمة. لكان أودعناكم. الله معي، مع السلامة. يا خفية الألطاف.